حياتك اختيارات بدأت بإدراك ثم قرار، قرر تكون، قرر تبدأ اللحظة دي. يعني إيه سعرات حرارية؟ السعرات الحرارية أو الكالوريز عبارة عن مقياس لكمية الطاقة اللي بنستمدها من الأكل. الطاقة دي عبارة عن إيه؟ الطاقة دي بتتمثل في القيم الغذائية اللي بتتقسم لماكرو ومايكرو. أولاً الماكرو، ودي الأساس في الأكل، ودي عبارة عن ثلاث أنواع: بروتينات، كربوهيدرات، دهون. من الحاجات الغنية بالكربوهيدرات زي الرز، البطاطس، الشوفان، البطاطا وهكذا. أما البروتينات زي الفراخ، السمك، اللحمة، البيض وغيره. أما الدهون الصحية زي زيت الزيتون أو الدهون الموجودة في الأكل الصحي بشكل عام. تاني حاجة المايكرو، ودي عبارة عن حاجتين: فيتامينات ومعادن، ودي جسمنا بيحتاجها بنسب قليلة عشان يقدر يقوم بالوظائف الحيوية بتاعته بشكل كويس. طيب أنا كده استفدت إيه؟ عشان تخس أو تضخم أو تزيد عضل أو حتى تحافظ على وزنك الحالي، لازم تعرف حاجة اسمها TDEE أو معدل الاستهلاك اليومي من الطاقة، بمعنى جسمك بيستهلك كام سعرة حرارية في اليوم عشان يقدر يقوم بالوظائف الحيوية بتاعته زي الهضم، التنفس، الحركة وغيره. وده بيختلف من شخص للتاني على حسب الوزن والطول والسن والجنس ومعدل الأيض. عشان كده هسيب لك لينك في الديسكريبشن تحت تقدر تحسب منه معدل استهلاكك اليومي من الطاقة. ودلوقتي بعد ما عرفت معدل استهلاكك اليومي من الطاقة وليكن 2000 كالوري، بكل بساطة لو انت هدفك تحافظ على وزنك الحالي هتحاول تدخل لجسمك ال 2000 سعرة حرارية دول، مش ازيد ولا اقل. لو هدفك الزيادة هتحاول تاخد اكتر من 2000 سعرة حرارية، ولو عايز تخس هتاخد اقل من 2000 سعرة حرارية بنسبة معينة، مع الاخذ في الاعتبار الماكروز اللي اتكلمنا عنها، وهنوضح في حلقات جاية ان شاء الله بتفاصيل اكتر ازاي تخس او تزيد في الوزن. يا رب تكون استفدت، وما تنساش لايك شير سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقة الجديدة كل اسبوع. انا حمدي جودة، الله حافظ.